قضايا هو ترافيك، قضايا لعبوا على سوزرو ولعبوا على جريدية. اضرب اللي جي هنا يضرب في صوت، اضرب 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 وزعلنا، عادي راسه هاو بلو هاو مشروع هاو كذا، اضرب من الليل اضرب من الليل وروح، اضرب من راسه وروح. وجريدية قاعده في القهوه يشيشوا وينبروا ويلعب على الفيسبوك. الجريدية ما قاعدش عندهم حد شيء، قاعد عندهم كل فيسبوك شايف انتهى امرهم، قاعد كل بيزو يدخل في الليل الحوش ويبدا او فلان فيه او فلان عليه او فلان كذا او فلان عمل او فلان دن على مشي المستشار على كل شهر على مستشار بلدي اكبر قانوني اكثر رجل القانون امشي القانون مش المستشار. انا حد الشعب المغفص الشعب العريان على المستشار وبر المستشار انا نسكت ما نسكتش ما نسكتش. المستشار يذهبوا الشعب مش يتكلم مع الشعب يقول له اسكت انا ورحمه بابا لا نسكت اكون يطلقوا علي. احنا تسووا وين بالضبط؟ احنا في البطوار سو احنا تسووا البطوار جديد بشوي لحظه معلش ترخيص باش ندخلوا عادي. ايه جاي ترخيص ساك عضو بلدي كيف احنا سبعين بلدية انا عضو بلدي هنا تقول لي انت معنا ترخيص. سامحني سامحني انت عادي عادي شريد انت كعضو في 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 البلدية عندك احلالات فصل البطوار ترى الوزير دخل البطوار هنا داش البطوار باش سكر البطوار توش بك لباس راهو البطوار داش وسكر البطوار هاو بالتاريخ الساعة يوم الاربعاء 12 داش راهو بابا داش اربع ايام سكر البطوار بعد اربع ايام سكر البطوار هذا البطوار داش الاسبوع اللي فات وجرب الاسبوع اللي فات وذبحوا فيه الجمال وذبحوا فيه على ريش شوف البطوار وصل ولا في اشغال البطوار سكر البطوار خرجوا الزنزانة ولا البطوار في اشغال هاي الاشغال تاع البطوار هاي الاشغال ولا كسروا كل شيء عاد من جديد هذه خدمة هذه هذه خدمة هذا البطوار الجديد اللي دخلوا الاسبوع اللي فات ها هو الشهر محزوز ها هو الشهر البطوار هذا متكلم زوج مليارات صابوا زوج مليارات وصابوا مليار وصابوا 200 مليون وصابوا 300 مليون وصابوا 400 مليون الناس السياره كل نقص اي جا شوف اصبر جاي افريكو اصبر 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 افريكو من غير مسوق في حاجه مسوق والمسوق خالص ها شوف افريكو من غير مسوق افريكو من غير مسوق امشي امشي ما يستوعبني ما زلت الدروجين هاو الدروجين هاو يونكس هاو هاو ليش بوا صدت شبحت كيفاش ما هذا كله يتعاود شوفي هذا كله هذا هو هذا كله يعاود هذا كل قال لك غلط راه يتعاود كل غلط كل غلط يتعاود هذا البوش هو بوتو ارمي البوتو ارمي مرقعينه هذا البوتو ارمي ليه مثلا ما خدمش البرسوار مرقعينه هو سمع اتونسيون هذا بوتو هنا شغال هذا الريزيرفوار هو مرفص انا هذاك البوش هو اللي يدي الماء البرسيون للبرسوار هذه فتحه كبيره هذه ما مكانها في العرض هذه فتحه كبيره وزير يجي هنا يدخل البرسوار ومن بعد ثاني يجي يبصف يهز المفاتيح يسوقها في سلاحات هذه كبيره فضيحه تزر هذه. انتم مطلوب لا احنا لا احنا ما بي. لا احنا ما معنا به. ما تعرفش احنا خايفين. ولينا احنا لا ولينا ولينا مزبتي. لا لا سي ما عادش سي 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 المرحبس. اسمعني يا سي عادل هذاك يا سي عادل لا سي اسمع انتم اللي طلبتوا الاصلاحات انتم اللي طلبتوا الشيء هذايا وعطنا نحن وثيقه للريف انتم ما حبيتوش تصحوا على الورقه. باه ورزي 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 روبار. مش تحكي لك على الزربار. احكي لها لا لا خليك خليك كلمك. اخويا سعد السيف نتاعك شنو؟ انا الشيف بروجي نتاع المقاول. انا سعد عنده الحق. انا كنت ساكت قبل لا انا قبل كنت ساكت لابورتوار هذا فيه ايادي خفية كبير ياسر وفي ملف مزيد انا ما نحبش هذا لازم يوقع فيه تغيير نحن قاعدين نصلحوا بعثت لنا وزارة التجهيز الري المكلفة بالمشروع عندها بعض التحفظات على المشروع هذا الريسبسيون تاعنا تعطلت فوق ثلاث سنين فهمني امشي ويجا وامشي ويجا ثم حوايج نون كونتراكتويال معناها تزادت من بعد علاش ما بقاوش الامضاء على الكونترا علاش تقول لي علاش احنا ما حبش نصلح علاش ما حبش نصلح ثم حاجه انت حاسب بشوف انت مطابق المواصفات الموجوده في كرس الشروط تاع المصلخ بالطبيعه مطابق المواصفات بس سمح باش نوريك سديد موجود تو احنا تو حاليا في مصلخ اللي هو يعتبر انه هو مصنف عالميا احنا اليوم شفنا انه هو السيد الوزير انه جا دشن من المشروع هذايا بقينا احنا شفنا بعد اعمال هنا موجوده احنا تو حاليا ما نش عارفين شنو هو معنا شيف دي بروجي احنا بربي فسر لي هنا هذا شنو هذا شوف هذا الماتيريو اون ابل با دو دي نوكس هذا سي كلفا غالفانيزاسيون اللي الشان هذوما يتخلموا غالفان ايش نوريك خويا هذا شنو وسع عليه غالفانيزاسيون هذه معناها جوست انت تعمل له بروشاج يتنحى معناها اجي نحط كذا وياك تتنحى هذه غالفان مرتين هذا قيل لا مصر قريه لمس مش قريه لمس سمحت لي كيفاش عرفت كيفاش عرفت كيفاش عرفت مش قريه لمس ما زالكش قريه لمس مع الماء ولا قرب لي هذايا مع الماء يزلق اللي يشوفوه شوف هو سي عادل عنده الحق يقول لك يزلق اما التكنيك مو نحكي لك
انت كي تقص وكذا ثم ترفش حومات يقعدوا في الواحد به، لازم انت كي تمثل في الفاس سامحني يجي مثل 8 ديغري دو ريكزيتي لازم موجود، ما لازموش يكون احرش ياسر. علاش؟ خاطر انت كي تضرب بالماء وش حومات وكذا يقعد لك فاس الواحد، ما تقعدش تضيع في لي كونتيتي نتاع الماء اينور، لازم في الديغري نتاع ريكزيتي تكون واضحه معناها. سوسو 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 وجاب لنا واحد مقاول اخر 8 ملايين تبع البلديه. ياك بلا الرسول تاعنا. هاي هي ابغى كل شيء كل كل هاي الرجال هاي الرجال حجم الناس 8 ملايين جاب لنا خصوصا 8 ملايين والله حتى الروبيني كل الروبيني اكيد كل هذوك ترزين مشوا الله يرحم الباقي قداش يعمل أباي جابي في أبا جابي في فصول كذا كي مليون كم واحد كذا كذا مليون لا سمح لي سقاط خم هذه سمح لي لحظة لحظة بالليل لحظة هذا هو أنا نوريك ها لا لا حسب الرموز مكتوب ها 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 الوزير عارف كل شيء. سامحني لحظة لحظة السؤال يطرح نفسه عارف. سامحني هنا ثم ناس قاعدة تتكلم راه أنتم اليوم كأعضاء في مجلس البلدي سامحني أي أنتم في زيارة مع سيد الوزير هنا علاش ما تكلمتوش في الموضوع هذا؟ دورنا هنايا وجينا احنا وزير وجا معنا رئيس البلدية ورئيس البلدية عمل كنترول وعمل معاينة وقال لك أنا باش نصح واحد مستحيل. مصلح بلدي دشنا الوزير ومن بعد ثاني يسكر ويخرجوا زنزانة ويرجعوهم للبرزوار المصلح القديم ويسكر جديد. هذه فضيحة توزر وفضيحة المسؤولين الكل. وقتاش تعطى البروزوفوار؟ البروزوفوار توا عند البروزوفوار من وقتاش من وقتاش في مجلس البلد الجديد؟ لا 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 مجلس البلد القديم تعطى عنده توا من 10 في النيابه الخصوصيه الفايته معناتها النيابه الخصوصيه اللي فاتت اللي هي لو 10 افريل 2017 داكوردو معناها 2017 انت شوف اما وقت هذاك تابع فهمني اما انا عندي شويه تحفظات انا قلت معاك قبل سمحت الكلمه دي ما ثمش تحفظات في البوصوره الربيعيه تحفظات في البوصوره الربيعيه الريزرفوار اذا كان ريزرفوار بيسوق ارمي ويضيع راهو زايد لا سامحني سي عبد الله علاش يعطيو فيه 10 سنين السيرونس من اول عطاك 10 سنين من اول عطاك 10 سنين ثم من اول مهندس اللي عطاك 10 عطا المهندس اللي عطاك 10 سنين كاروتشي هذه ثم حكايه في العملي ربي لحظه بس ربي يجي معايا هاي جي شو باش نصلحوه في البيسوق ارمي ها هي هذه فوي هذه واحد ها هي الفويت هذه واحد مصلحين ها هي هذه مصلح مرقع بين بالضبط هذه فيش اوه بين مرقع شوف شوف هذه فوي هاي فوي هاو اذا كان بوسو اربي يضيع لك المكان راه ماشي بوسو اربي ورزيرو بار هذا راه سقى هذا رزيرو بار من ثاني الخيوط تاع السير كل برا بنظر على فوق طلع السلم الفوق الشناع كل ما دخل فوق الدخ بس الشناع اخر الدخ ما نسمعنا بين احنا جايين طلع اي طلع سلو ما فهمش ما هذا لابورتوار بس نوجي ما فهمش ما فهمش ما الحاله اللي فيه تفرج ما فهمش ما هاي شوف هاي اجي هاو شنو هو؟ هاو شو كاميرا سيراسيون ولابورتوار 100% معدينا ودشنا هنوجي حول قوة إلا بالله كيف شنو تكلم؟ أنا عضو بلدي نتكلم فيك أنا عضو بلدي ومستشار بلدي نتكلم فيك على شيء الواقع هذا باش تسلموه البلدية وتحمل المسؤولية البلدية احنا ما نتحملوش المسؤولية نتاعها ما تحكي عن النيابة الخصوصية السابقة اللي تحمل دبر راسها النيابة الخصوصية السابقة ولا المهندسين ولا اللي قبلهم والله ما سايبها خلاص هذه وراكم أنا أعملوا تحبوا تعملوا أعملوا أنا وراكم أعملوا تحبوا قضايا ملف قضايا تحل فيه تعقيع لابورتوار قضايا غير مطابق للمواصفات قضايا فيلم عملوه وحدايا جابوها ودهنوها وركبوها علاش ما تكلمش معك زي الوزير؟ علاش ما تكلمش الوزير كلمته قال لي عارف كل شيء الوزير كلمته مباشرة هنا وقال لي عارف كل شيء حتى الناس السير حتى الناس السير اللي دخل الناس السير حتى شندي وتر كل تروزيام شوا ما تمش حتى حاجة بريمير شوا سامحني هل... وناقص دي زاباري ناقص دي زاباري ولات البلدية تجري وجاري باش يجيب زاباري تاع اسكابول تلقى البقرة قلبان وهذايا تبع لابورتوار وتبع البرجي تاع البرسوار اي سامحني عادي كنت نحكوا على الفساد اللي صاير هنا الى متى الشيء هذا صاير هذايا من 2014 المشروع هذا من 2014 برشا الناس مش عارفه الشيء هذا والسلطه الجهويه تحمل المسؤوليه نتاعها في الشيء هذا لان هي ترقب فيه والسلطه المحليه والمعتمدي والبلديه سابقا هذا كل تحمل المسؤوليه نتاعها لان لابورتوار هذا من 2014 من 2014 وعارف الدولاب تاع لابورتوار وشي وعارف البروجي كل وشي وعارف المصدقه كل وشي وعارف جماعه كل وش عامل كي تكلمت انا ولا تغلط انا مشي غلط انا هاو سكر لابورتوار هاو جا الوزير هنا ودش لابورتوار وسكر لابورتوار وفاق بيكم الوزير هاو الوزير فاق بيكم لان الوزير يفهم يفهم في الاغنام والابقار والحليب ويفهم في لابورتوار احنا كصفحه يوميه مواطن بتوزر اليوم رفقاتك اليوم في المسلخ البلدي اللي هو مصنف عالمي
اللي هو تنجم معناها صدر حتى معناها اللحوم من هنايا. اليوم بعد الزياره اللي قمنا بها هذه الفجائيه شفنا اليوم برشا اخلالات صايره وصورناها معناها على عين المكان. الحاجه الوحيده سي عادل بصفتك مستشار بلدي اليوم كسيد الوزير اسمع فيك، سيد الوزير اسمع فيك وتو عبر الصفحه اتكلم وشنو تحب توصل له. نوصل اول حاجه رئيس البلديه يعلم سيد الوزير اللي جا هنايا قول له راك جيت هنايا دشنت البرسوار واعطوك كل شيء على البرسوار، بعد ما روحتها بنهارين اغلق البرسوار وحدث فيه اشغال. في اقرب وقت يجب تحل التحقيق، احنا كبلديه البرسوار ضامش ينصح فيه خلاص. قف انتهى. حاجه الوحيده ان هو السيد المستشار اللي كان تو تسمعوا فيه يلزمه قال لك يحل بحث في شيء هذايا، بحث تحقيقي. احنا كصفحه 800 مواطن ما زلنا باش نرصدوا برشا اخلال صايره في ولايه توزر. حاجه الوحيده انكم انتم تكونوا ان شاء الله اوفياء للصفحه هذه وتنشروا كل ما هو موجود عبر صفحه 800 مواطن. للقاء.